التواصل مستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، والتحية متجددة بحضراتكم من جديد في تواصل انطلاقات أشواطي هذا اليوم، ويسير على بركة الله وتوفيقه ثاني الأشواط بعد ما شاهدنا الشوط الرئيسي وتألقت المتحدة بشعار سعيد بن حمد بن عود العامري. يسير على بركة الله وتوفيقه ثاني الأشواط وهو يعتبر الشوط الرئيسي للجعدان، ونسير مباشرة إلى الصدارة إلى المقدمة والمركز الأول. هنا درب خليفة بن سالم بن سعيد بن حلوك، بينما نقلتنا مباشرة إلى المركز الثاني، وهذا مسامح سيف بن حميد بن ضبيب الشامسي، بينما ننتقل إلى المركز الثالث. ومن الجانب الآخر أرى هناك القدوم من قبل أيضا بيضان لمحمد بن رملي بن مطر بن محمد العامري، يتقدم مع ثالث التحديات. المركز الرابع هنا سياف راشد بن محمد بن ملاح المنصوري، بينما في المركز الخامس هذا اللي يتقدم مشكور محمد بن مبارك بالطماطم العفاري. هذه هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى، بينما أسامي وشعارات قادمة للمعركة في هذا اليوم. ولكن نعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، إلى البداية الأولى، إلى هناك بيضان، بيضان اللي على المقدمة الأولى، بيضان اللي يتقدم على المركز الأول. محمد بن رملي بن محمد العامري أهل المصانع الجنوبية قادمين بأحلى أيضا النوعيات المثيرة. المركز الثاني، المركز الثاني مشكور محمد بن مبارك العفاري يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث راغب لي هنا الوصول في هذه اللحظات اللي قادم الرازم، الرازم لعلي بن سعيد بن سالم بن خليفة الكعبي. المركز الرابع هذا بالعود راعي المتحدة يقدم لنا درب، درب ياتي في هذه المنافسة القوية. هنا ناصر بن محمد بن حمود الوهيبي ياتي ليحتل المركز الرابع. المركز الخامس هذا سياف راشد بن محمد بن ملاح المنصوري، وبدينا في الكيلو والمتر الاخير وجولة الاوامر النهائية. ما شاء الله وتبارك الله، عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصراع، عودة إلى الرازم، الرازم اللي على المقدمة. ياتي هنا علي بن سعيد بن سالم بن خليفة الكعبي، ولكن غير الدرب، غير الدرب. ما شاء الله ناصر بن محمد بن حمود الوهيبي بشعار أبو مسلم. شوفوا وقولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله يا اخوان. النوعيات والله مو بغريب بشعارك يا ابو مسلم، لكن الله سياف قادم، سياف قادم. راشد بن محمد بن ملاح المنصوري ذرب وسياف. الشوط الرئيسي بدأت السرعة الفائقة، بدأت السرعة الفائقة ما بين ذرب وما بين سياف، سياف وذرب. يا متابعين راقبوا المنافسة، راقبوا الإثارة، راقبوا التحدي مع الأمتار الأخيرة ما بين ذرب، ذرب مع الوهيبي من الجانب الآخر، وهنا بن ملاح المنصوري. الأمتار الأخيرة، الأمتار النهائية للمرة الثانية، هل يحقق الفوز للمرة الثانية؟ هذا شعار أبو مسلم. سلام سلام، تهانينا والناموس للوهيبي على هذا الفوز، ناصر بن محمد بن حمود الوهيبي، وتهانينا لأبو مسلم والنقطة الثانية لهذا الشعار المركز الثاني. هنا أيضا سياف راشد بن محمد بن ملاح المنصوري المركز الثالث كان الوصول. متابعين الكرام أيضا من الرازم لعلي بن سعيد بن سالم بن خليفة الكعبي هو من احتل المركز الثالث. هذه هي نتيجتنا للثلاث المراكز الأولى، فتهانينا والناموس لمالك ذرب الذي خطف ناموسي هذا الشوط، ناصر بن محمد بن حمود الوهيبي. توقيته الزمني عطرة 4 دقائق و27 ثانية، ما شاء الله.
التواغيت اليوم تواغيت متميزة تتسجل بهذا الشعار العملاق، شعار أبو مسلم. فتهانينا أيضا لمبارك بن حمد بن عود العامري على تألقه بالأشواط الرئيسية في هذا اليوم، والسلامات نهديها إلى أهالي منطقة زاخر في مدينة العين. تهانينا والناموس على هذا الإنجاز.